بنجدد التحيه والترحيب مره ثانيه بكل حضراتكم، اهلا بكم من جديد. هيكون لينا النهارده اكثر من لقاء مع اكثر من بطله رياضيه، هنبتديهم يعني باحدى بطلات كره السله، وهي طبعا واحده من الرياضات الاكثر شعبيه ومن الرياضات الممتعه جدا وليها نسبه مشاهده على كل يعني على كل على مستوى كل دول العالم، ده اللي عايز اقوله. هنبتدي فقرتنا النهارده مع نجمه من نجمات كره السله في النادي الاهلي، ونتكلم معاها عن مشوارها ونتكلم معاها عن تفاصيل كتير جدا. بنرحب برضوى محمد لاعبه كره السله في النادي الاهلي. صباح الفل عليكي ومنوره. صباح الخير، ربنا يخليك. صباح الخير عليك كابتن رضوى، ومبسوطين ان انت معانا، ومبسوطين ان انت نموذج كمان نسائي ناجح وعايز ده على الصعيد الرياضي. هندخل في التفاصيل، بس على الصعيد الشخصي حابين برضو نعرف رضوى، انت بتدرسي يعني، عرفينا اكتر عندك، هل في عيلتك حد كمان رياضي تاني ولا لا؟ خلينا نعرف. بدرس او بدرس اعلام القاهره. اعلام زميله بقى بس كده اصلا جايه لكم. خلاص بدرس اعلام القاهره، وفي البيت لا، هو بس انا واختي اللي كنا بنلعب باسكت وبس، ما حدش تاني. واختك برضو في الاهلي؟ لا لا تمام. اختي بطلت. اوكي بس. طب وبدايتك مع كره السله عموما جت ازاي؟ ابتديت وانا عندي 6 سنين، ابتديت في نادي الغابه. قعدت طول عمري في نادي الغابه لحد فيست تيم، بس دخلت حتى منتخب من نادي الغابه. خلصت دخلت منتخب، وكنا خلاص ان شاء الله الحمد لله خدنا تاني افريقيا، كنت خلاص اسافر كاس عالم، بس ربنا كرمنيش اتصبت. فقعدت سيزن، بعد كده مشيت من الغابه، رحت الزهور سنه، بعد كده ربنا كرمني وجيت نادي الاهلي. حلوه جمله ربنا كرمني جيت نادي الاهلي، انا عاجبني المصطلح ده، كان حاسس دي حاجه حقيقيه فعلا. نبدا بقى، انت دخلتي النادي الاهلي وابتديتي تشوفي الاجواء ازاي مختلفه، المدربين ازاي مختلفه، الروح كمان بين الجمهور ازاي مختلفه، كلمينا عن التجربه دي في البدايه. هي بس رهبه نادي الاهلي دي حاجه ثانيه، بس عشان احنا مبتدئ. كان نفسي من زمان وانا صغير اني اجي نادي الاهلي، من 16 يعني، حاولت اجي 16 18 بس ربنا ما كرمنيش وما وفقنيش ان انا اكمل. بس جيت الحمد لله. السيستم مختلف خالص خالص، تمارين، فرقه متعوده على المكسب، هو اصلا اوريدي النادي متعود على المكسب. صح. ومنظومه كبيره قوي، فكان بالنسبه لي الموضوع في الاول الحمد لله كانوا كلهم صحابي، ما كنت يعني ان انا كنت اجي دي حاجه كانت كويسه، بس انا كنت مطمنه اكتر ان هم كانوا كلهم صحابي سواء منتخب او من بره، فكان بالنسبه لي الموضوع مريح شويه بس. ودخل يعني هم ما سابونيش بصراحه، دخلت في اوستوم لحد بقى نادي اهلي نادي جماهيري وكده، فخدت على الموضوع. في الاول كان رهبه طبعا، بس خدت على الموضوع كده تحسي ان هي عيله يعني. خلاص لا حاجه ثانيه، حاجه ثانيه خالص. صح. مكسب ونادي الاهلي حاجه ثانيه خالص بصراحه. جميل كده. فريق النادي الاهلي كره السله يختلف عن بقيه الفرق في ايه؟ يعني ايه التفاصيل اللي بتدي للنادي الاهلي او لفرقته خصوصيه؟ فرقه روح واحده، فرقه متعوده على المكسب بس. التمارين الصراحه ممكن تبقى اعلى شويه من نوادي تانية، بيتمرنوا اكتر، بنلم بعض، ففرقه متكامله بصراحه، عناصر كتير قوي، ناس كتير قوي كويسه، اللي جوه زي اللي بره، فده اللي بيفرق نادي الاهلي صراحه عن نادي كتير، ناس كتير قوي او كل النوادي يعني. بس جميل. طيب نبدا بقى كده بالباسكت بول او كره السله، ويمكن مصر مؤخرا بقى فيه يعني مشاركات، وبقى فيه كمان عندنا لعيبه ابتدوا ان هم يسلكوا الطريق الاحتراف بحد كبير. يمكن من الدول المنتشر فيها كره السله او العامله رانكينجز فيها كبيره يعني، زي مثلا امريكا والولايات المتحده الامريكيه. مصر انا شايفه ان في رياضات كتيره دلوقتي ابتدت تختلف فيها المنظور، يعني ما بقتش مصر فيها مثلا بتوصل لرانكينجز قليله، بالعكس بقت تتفوق على دول ثانيه كانت متفوقه في السابق، ويمكن منها الباسكت بول او كره السله. فكلمينا بقى عن النقله هنا، او يعني فكره هنا التطور اللي حصل برده في مصر تحديدا في الباسكت بول. هو ابتدوا الاتحاد عامة يهتم بالباسكت اكتر في البنات، ما كانش زمان ما كانش كده، فابتدى يهتم بالبنات، وبدا يبقى فيه عقود، بدا الموضوع يبقى زي مثلا بيزنس، فبدا ان هو لا احنا لازم نوصل لحاجه، احنا يعني احنا اقل ايه من بره، احنا مش اقل من حاجه، فبدا التمارين لا احنا طب هنحاول نوصل لبره. هم بيبقوا اقوى مننا، لو افريقيا بيبقوا اقوى مننا جسديا،
بس احنا كمهارين احنا احسن كتير. فبداوا يشتغلوا الحته دي ان احنا التمارين بتتطور، المنتخب بيبقى بدري شويه، الناس اللي مسافره بتبقى بتلعب بره في امريكا جامعات او كده يرجعوا مثلا ينضموا للمنتخب، فبدا الموضوع لا احنا نوصل زيهم، احنا مش اقل منهم، فبدا الموضوع يهتموا بباسكت اكتر، فده بقى احسن كتير قوي ان هو ساعدنا ان احنا نوصل نلعب كويس كده. والثقافه برضو لعبت دور مختلف، لان دي نقطه اعتقد بنتكلم فيها على طول انا وكريم، ان فكرتنا النقله برضو الفكريه اللي حصلت للاهالي والعائلات طبعا. طب بالمناسبه بقى طالما بنتكلم على بره والولايات المتحده واوروبا، ما بتفكري مثلا في تفصيله زي الاحتراف، طالما انت على حسب كلامك انت شخصيا المنظومه فيما يتعلق بكره سله السيدات اختلفت كتير عن زمان، وبقى في تعاقدات وبقى في نوع ده من الامور، ففكرتي قبل كده بفكره ان انت تحترفي بره؟ بصراحه فكرت كتير، بس انا عشان اتصبت وانا في ثانويه عامه وموضوع الجامعات وكده بيجي احسن انت تخش من بدري، انا تخش مثلا سنه اولى تبقى اولى جامعه بره، فدي كانت حاجه كويسه، كان نفسي يجي لي سكولرشيب وكده، بس ان انا ما سافرتش كاس عالم فكان الموضوع كان قليل شويه، بس انا كان نفسي، بس انا اوريدي خلاص الجامعه بتاعتي انا بقيت في ثالثه. الباسكت بول ممكن يبقى هو بوابتك للسكولرشيب من حد، هو اوريدي كان بوابه، وخصوصا في الدول اللي بتقدر قوي الباسكت بول زي امريكا بالظبط. انا بتقول بعد افريقيا كان جاي لي سكولرشيب، بس كان بيجي لي اكتر لما اسافر كاس عالم، بس انا عشان اتصبت فما كملتش، بس الحمد لله طبعا ما كملتش، ف ما عرفتش ان انا عشان اوريدي دخلت جامعه في مصر، فما عرفتش ان انا اسافر، فالبريوريتي بتاعتها بتبقى اقل كتير، بس فقلت ان انا جيت برضو نادي الاهلي دي ستيب كويسه وان انا بقى اتطور. طب ولو جه بقى بعد كده رضوى اتخرجت وانت عامله دلوقتي بلان ليكي في الرياضه، وفي نفس الوقت لازم تبتدي تمارسي لو انت عايزه تكملي او تبتدي حتى في الاعلام، عشان السنين انت عارفه بتجري، فممكن فرصتك تروح، النقطه الفاصله دي هتعملي فيها ايه؟ هو انا بعد يعني حضرتك قصدك بعد الجامعه صح؟ بعد الجامعه لو جالي حاجه طبعا يعني تطورت وجالي حاجه بره اكيد هروح. طب افرضي اللي جالك ده كان عريس ومش على هواء قوي فكره ان انت مسافره عندك مباراه في المانيا هتقعدي على اثرها اسبوع بره كده؟ لا بس هو مش هيبقى يعني ان شاء الله هنبقى متفقين في حته زي دي، يعني مش هنختلف ان شاء الله. اسئله برضو يعني ايه فيها ابتكار، والله الكلام بيجيب بعض. لا لا هنتفاهم في الحته دي مش هيحصل ان شاء الله. انت عارف حاجه دي نقطه حلوه، لان يعني في كذا نموذج من ابطالنا جم هنا وكنا بنسالهم نفس السؤال، وفي بقى منهم المرتبط بحد رياضي زيه، يعني بتقول لك لا انا عايز اخد رياضي عشان يتفهم برضو طبيعه حياتي، فدي ممكن تبقى اسهل يعني. هي عامه لو رياضي هيبقى الموضوع اسهل كتير ان شاء الله اخد رياضي. يبقى احنا قلنا هنا لو شغل واحتراف اكيد هتروحي للاحتراف في الخارج. ولو ما جاش الاحتراف هل انت ممكن تكملي في الداخل هنا مثلا؟ هكمل في الداخل بلس الشغل بقى ممكن بقى تبتدي حياتي بقى. تمام. طب احنا اتكلمنا عن اختلاف نادي الاهلي كمنظومه رياضيه متكامله وكفرقه، انت بتقولي ان هي واصله اقرب نقطه للكمال تقريبا او للتكامل. انت قبل كده كنت بتلعبي في ناديين مختلفين قبل ما تنضمي للنادي الاهلي، وبطبيعه الحال خضتي مباريات كتيره وممكن جدا تكوني شاركتي في دوريات سابقه. احنا اتكلمنا عن النادي الاهلي، انا عايزك تكلميني عن جمهور النادي الاهلي وعن التشجيع اللي بتتشجعوه في مباريات انتوا لابسين فيها تيشيرتات النادي الاهلي. اختلاف جمهور النادي الاهلي عن بقيه جماهير الفرق الثانيه جايه منين؟ بص انا هبتدي حضرتك بحاجه الاولانيه قبل ما يجي النادي الاهلي اصلا. كنا مره في اسكندريه كان عندهم بطوله عربيه، انا كنت لسه اوريدي في نادي الزهور لسه. فكنا مسافرين عندنا ماتشات فروحنا اتفرجنا على الماتش. فساعتها كان الجمهور كله كان مغطي الصاله. فانا قاعده جنب الجمهور اللي هو ايه الجمال ده؟ كان حاجه اصلا خلى الفرقه كانت نادي الاهلي كلهم بجد بيلعبوا احنا لازم نكسب. عشان على الاقل حتى لو عشان الجمهور اللي جاي عشاننا، عشان التشجيع وعشان الروح وعشان حاجات كتير قوي. فبالنسبه لي كان نفسي اللي هو لا انا عايزه اقلع التيشيرت نزلوني مع نادي الاهلي، لازم انزل العب. فدي كانت بوينت بالنسبه لي، لا انا نفسي اروح نادي الاهلي. جت بقى بعديها كانت في افريقيا بتاعتنا، كان الفان بييجوا كده كان بتبقى بجد سبيرت الماتش بتتحول. لا انا لو انا مثلا نايمانه لا هو انا لازم افوق، انا لازم افوق عشان الناس اللي جايه تتفرج والناس اللي جايه تشجعنا لازم نكسب. دي بتبقى وبعديها بتبقى حاجه ثانيه خالص بصراحه، بتبقى انت ساتسفايد كده من ناحيتهم ومن ناحيتك ان انت كسبان ومفرحهم وان انت مرضي الجمهور، دي حاجه كويسه قوي بصراحه. طب بما ان احنا بنتكلم بقى على فكره هنا برضو الراحه النفسيه والاندماج والانسجام،
رضوى، هل انت كان اوقات كتير مثلا في ماتشات بيحصل لك ان المود مش حلو، عندك مشاكل مثلا شخصيه او غيره، او ما في عدم توافق بينه وبين اي لاعيبه معاكي؟ يعني كلمي معايا او ردي بصراحه، لان ده برضو مفيد ان احنا حتى نعرف ازاي بتتغلبي بقى على ده، لا واركز في اللعب واركز في التمرين. هو اي حد ليه دي اوف، اي حد بيلعب رياضه عامه ليه دي اوف. لا احنا يا مالينا دايز اوف هنا اخرها امبارح بالنسبه لي. لا اي حد عامه ليه دي اوف، فان انت لو انا شايفه مثلا ان انا دي اوف ولازم حد يجي يفوقني، لو هم صحابي لازم حد يجي يفوقني، لو حاسه ان انا مش في التوب فالكابتن هيسحب وينزل اللي فايق، فاحنا بنشيل بعض. انا فايقه النهارده دي حاجه كويسه، مش فايقه يسحب ينزل حد مكاني، لازم نفوق بعض. لو انا مش فايقه اطلع حد يفوقني. طب بس ده بالتدريب، لو انت بقى في ماتش في بطوله، هو في جيم لو لا انا اصلا اوريدي رايحه الجيم، لو جيم فاينل او جيم مهم قوي لازم اوريدي ابقى رايحه مركزه. لو انا بقى مش مركزه وحصل لي داي اوف زي ما اللي بيحصل فعلا، بروح لا كابتن ساحب افوق في حاجه حد يسالني، بنفوق بعض احنا على طول لازم نشيل بعض. بالمناسبه ما كانش في مثلا مباراه معينه او بطوله معينه شاركت فيها او الماتش ده كان فعلا ما يتنسيش، كان في احداث مختلفه شفتي من خلال امور ما عدتش عليكي قبل كده مثلا؟ الماتش اللي عمري ما هنساه ممكن بطوله افريقيا لعبناها هنا، كانت في الاستاد، ده كان ماتش لو كسبناه هنروح كاس عالم. ده كان ماتش كريتيكال وكان ماتش جامد قوي، هما كانوا فرقه انجولا، كانوا فرقه جامده قوي، ولو كنا كسبنا كنا خلاص كاس عالم ونلعب الاول وتاني، فده كان ماتش حياه وموت. فكنا نازلين بقى ما فيهاش، فكنا بجد هو ديفنس مش بنضرب، بس احنا خلاص هنموت نفسنا على الكوره، ما كانش اوبشن بصراحه. بس ده كان الماتش الوحيد بالنسبه لي كان، لكن خناقات حاجات اختلافات ما مش فيش. خناقات بس كان ماتش جامد قوي. اللي هيكسب هيتصعد، وكاس عالم مش مثلا الماتش فاينل اول لا هو كاس عالم. ايوه حاجه فيها مش هزار. فده كان بس برضه على فكره بيبقى فيه مساحه اظن في يعني الرياضات الجماعيه النسائيه يحصل فيها، ممكن يبقى فيه مثلا واحده من الفريق المنافس من الصنف الكياد عملت مش حركات. النسائيه بس معلش بيحصل بس في الجيم، فممكن لقطه كده وخلاص حصل حاجه حد زق حد فلو مش متقبل بتحصل، بس طبعا تبقى قليل يعني. ولو حصل بيبقى في الجيم فبنلم برضو الدنيا يعني على طول، ده في الجيم مش بيحصل حاجه يعني. بس ده كلام جميل، واحنا بنتمنى لك كل التوفيق يا رضوى، مبسوطين كنت معانا، وان شاء الله كده دايما يعني تحصلي على بطولات، وكره السله في مصر كمان تبقى حاصله على رانكينجز ويعني مراكز كبيره جدا باذن الله. ان شاء الله رضوى نورتينا وشرفتينا، وبنتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. ربنا يخليك. ميرسي. طيب احنا فاصل وبعدين النموذج الجاي، زي ما كريم بيقول احنا النهارده معانا كذا نموذج نسائي وجميل جدا، بس النموذج اللي جاي بقى في كره الطايره، خليكم معانا.